مشاهدينا الكرام اكيد متواصلين معاكم، وايضا خلونا نتكلم اليوم عن النفقه الزوجيه، فرض من فروض الزواج، واول حقوق الزوجه ايضا على زوجها بالشرع. وقد يتساءل البعض هل تجب النفقه على المراه العامله ام لا، وغيرها من الاسئله سنناقشها من المنظور القانوني مع ضيفنا الأستاذ إبراهيم الحسني المحامي والمستشار القانوني. صباح الخير أستاذ إبراهيم، يا هلا مرحبا بك. صباح النور، يا هلا وسهلا فيكم، يا مرحبا بكم. أستاذ إبراهيم، خلنا نتكلم أول شيء كيف ينظر قانون الأحوال الشخصية لموضوع النفقة الزوجية. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع النفقة الزوجية أصل مصدره في القانون الإماراتي هو الشريعة الإسلامية، فنحن عشان نفهم النفقة الزوجية وأساسها وتفاصيلها يجب أن نرجع إلى مفاهيم الأساسية للشريعة الإسلامية، وبناء عليها تم وضع المواد الأساسية في قانون الأحوال الشخصية، واللي بناء عليها تتحدد النفقات الزوجية ونفقات الأولاد وغيرها. والشريعة الإسلامية جاءت بآية كريمة في القرآن الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل، قال ابن كثير، الرجل قيم على المرأة، يعني رئيسها وكبيرها ومسؤول عنها، وهو الذي ينفق عليها، وهو الذي يعطيها، وهو الذي يتكفل باحتياجاتها والتزاماتها. بناء على هذا جاءت القوانين الإماراتية وبتحديد قانون الأحوال الشخصية بإلزام الزوج بالإنفاق على زوجته، وهذا الإنفاق اللي يتطلبه القانون هو ما يكفي المرأة من احتياجات والتزامات في حياتها الطبيعية. نعم. طيب أستاذ إبراهيم، يعني أكيد هناك أنواع كثيرة للنفقات اللي يحددها المشرع، طيب ما هي؟ النفقات اللي يحددها المشرع سواء الشرعي أو الوضعي القانوني تتمثل في نفقات زوجية ونفقات أولاد أو نفقات قرابة، وهذه النفقات تشمل المأكل والمشرب، المسكن، الكسوة أو الملبس، والعلاج. هذه الأربع عناصر الأساسية اللي يجب على كل ملزم بالنفقة أن يتكفل بها للمنفق عليهم. يضاف إلى هذا عنصر الخدمة، إذا كانت الزوجة ممن يخدم عند أهلها، يعني كان عندهم خدم في بيت والدها وكذا، فيجب على الزوج أيضا بعد الزواج أن يوفر لها الخدم في بيت الزوجية. فهذه هي عناصر الإنفاق اللي تكلم عنها القانون: المأكل والمشرب، المسكن، الملبس، والتطبيب أو العلاج، بالإضافة إلى عنصر الخدمة. يعني أستاذ إبراهيم بتفتح مجال كبير عند الشباب، خاصة أن إذا كانت المرأة في بيتها عندها وعندها وعندها، فهو ما لا يستطيع يعني يترك الزواج. طيب خلينا لازم يتزوج وحده مثل مستوى الاجتماعي المفروض. هاي العناصر الاساسيه للنفقه، يعني شو هي النفقه؟ هي هذه، لازم المراه تاكل تشرب مثل ما كانت تاكل تشرب عند اهلها، تلبس مثل ما كانت تلبس عند اهلها، وتتعالج مثل ما كانت تتعالج عند اهلها. بما انك اخذتها من عند اهلها وكانوا مسؤولين عنها، والدها كان مسؤول عنها، انتقلت لك كزوجه وانت صرت زوج وقوام ومسؤول، فأنت مفترض أن توفر لها ذات الرعاية وذات الاهتمام وذات النفقات اللي كانت موجودة عند أهلها. طبعا هذا موضوع منطقي أصلا، يعني صحيح، بس في بعضهم يسمعون يمكن يأخذونه بمجرى آخر. لكن أستاذ إبراهيم، خلنا نتكلم أيضا في ظل التعديلات الجديدة، هل ترى هناك أي تعديل في مواد مثلا تحدد النفقة الزوجية؟ للأمانة التعديلات اللي حصلت في هذا الباب قليلة جدا، منها أن سمح للمرأة أو وسع للمرأة دائرة انطلاق إلى العمل، وجعل انطلاقها للعمل وخروجها للعمل ليس من باب الخروج من بيت الزوجية أو هجر بيت الزوجية. فإذا كانت المرأة تخرج للعمل كان في السابق يجب أنها تأخذ موافقة من زوجها، لكن الآن بعد التعديل صار خروجها للعمل الطبيعي ليس من عناصر الخروج عن الطاعة التي يترتب عليها إسقاط النفقة. وعدل شوية في أسباب سقوط النفقة، يعني بعناصر بسيطة جدا. نعم. فما في هناك تعديلات جوهرية
ترتب أي نفقات على المرأة أو ترتب أي التزامات على المرأة، لكن هو عدل بعض الضوابط أو الحالات اللي ممكن تسقط فيها النفقة، وسمح للمرأة أنها تنطلق للعمل يعني بإطار أوسع مما كان سابقا. نعم. تقريبا الجداول اللي تكون عندهم جدول العمل هنا وجدول العمل هناك. لكن استاذ ابراهيم يعني خلني، هل صحيح او خطا صحح لي اذا كان، يمكن في ماده 128 تقريبا او 118 تم تغييرها بعد؟ نعم صحيح. اي الماده هذه ما فيها تعديلات كثيره. هاي قصدك انت الماده اللي تتكلم عن النفقات؟ نعم. المادة اللي يتكلم عن النفقات ما تم تعديلها بشكل كبير. قلت لك المادة 171 و72 هي اللي تم تعديلها فيما يتعلق بإسقاط النفقات عن الزوجة، إسقاط النفقات عن الزوجة في حال خروجها عن مسكن الزوجية بدون عذر شرعي أو هجر مسكن الزوجية أو منع الزوج من الدخول إلى مسكن الزوجية أو امتناعها عن إعطاء زوجها حقوقها التي فرضها القانون. في هاي الحالات تسقط نفقة الزوجة. لكن في نقطة مهمة هنا، لما نقول تسقط نفقة الزوجة لا يعني أن الزوج يتوقف عن الإنفاق من تلقاء نفسه، لكن يجب على الزوج أن يلجأ للمحكمة ليطلب من القاضي أو يعرض على القاضي وعلى المحكمة أن هذه الزوجة أخلت بالتزاماتها، منعتني من الدخول، امتنعت أو هجرت مسكن الزوجية أو غيرها من الحالات التي تخل فيها الزوجة بالتزاماتها تجاه زوجها وتجاه مسكن الزوجية، ويطلب من القاضي إسقاط نفقة الزوجة في هذه الحالة. بعد ما يصدر حكم من المحكمة ويصبح هذا الحكم نهائي وقابل للتنفيذ، يتوقف الزوج عن الإنفاق على زوجته. نعم. نعم. طيب بالنسبة للمرأة العاملة، متى تجب النفقة؟ نعم. على المرأة العاملة، وما هي حالات سقوط النفقة الزوجية عنها؟ المرأة العاملة، الشريعة الإسلامية والقانون الإماراتي اتجه باتجاه أو مبدأ فصل الذمم المالية بين الأشخاص. الزوج له ذمة مالية مستقلة يملك أمواله وله حرية التصرف في أمواله، والزوجة كذلك لها أموالها الخاصة ولا حرية التصرف في أموالها، وبالتالي لا يجوز إلزام الزوجة بالإنفاق على مسكن الزوجية أو على الزوج. لكن المسألة اللي نبغي نتكلم عنها هنا في هذا الباب، الحالة التي يجوز إجبار الزوجة بالإنفاق على زوجها هي حالة واحدة، إذا كان أو حالتين، خلنا نقول إذا فقد الزوج مش موجود وعندها أولاد، فهي ملزمة إذا كانت موسرة أن تنفق على أولادها، هذه حالة. أو إذا عجز الزوج عن الإنفاق، صارت حالة طارئة للزوج، أخرج من عمله، يعني فقد مصادر الدخل، عجز، صار عنده مرض، فهنا في هذه الحالة يجب على الزوجة أنها تنفق على الزوج وعلى أولادها، ولكن هذا الإنفاق يجوز لها فيما بعد أن تتيسر الأمور وترجع حالة زوجها، أنها ترجع على زوجها وتقول له ادفع لي المبالغ اللي أنا دفعتها، وتعتبر في مثابة الدين، أن المرأة غير ملزمة في أموالها أنها تنفق على الزوج أو على الأولاد. وهذه مثل ما قلنا في الأول، الرجال قوامون على النساء، وهذه القوامة تتطلب أن الزوج هو الذي ينفق والزوج هو الذي يعطي، هذه عناصر القوامة. فما يجوز أن نقول تلزم المرأة حتى لو كانت عاملة، حتى لو كانت موظفة وتستلم راتب، حتى لو كانت تاجرة. وهذه يعني اليوم صارت هذه مش مثل قبل، أن كانت يعني حالات نادرة أن المرأة تكون ذات أموال إلا إذا ورثت أو تكون عاملة. اليوم صار عمل المرأة شيء منتشر، لكن ظلت القاعدة واحدة، أنه لا يجوز إلزام الزوجة أنها تنفق على مسكن الزوجية، وأي إنفاق يعتبر دين إذا كان هذا الإنفاق برضا الزوج. حطيتني في مأزق الآن، أنا كنت أبغى أسألك هل على الزوجة أنها يعني ملزمة بالإنفاق على متطلبات الزوج أو متطلبات البيت؟ لا، مش ملزمة. لكن شوف، أنا بما أنك عدت السؤال أنا بعطيك إجابة أخرى تكمل السؤال هذا وتكمل الموضوع. حلو. المرأة في الأساس غير ملزمة، لكن إذا أنفقت مثل ما قلنا يعتبر هذا دين. ولكن من
لما نتكلم من وضع اجتماعي أو بيئة اجتماعية، اليوم المرأة بعد ما كانت في السابق لا تعمل ومتفرغة لزوجها ولبيتها ولخدمة البيت وتوفير احتياجات المسكن من الداخل، والزوج متكفل بالاحتياجات من الخارج، اليوم صارت المرأة تعمل، وبالتالي هذا الوقت الذي يقتطع من الحياة الزوجية أو من حاجة الزوج، الزوج يبغي يرجع يلاقي زوجة جاهزة، الزوجة تنتظره، زوجة قاعدة في البيت، لكن اليوم صارت المرأة أيضا ترجع مع الزوج أو بعدها، حتى أحيانا في بعض الأحيان ترجع بعدها إلى مسكن الزوجية، وبالتالي صار هناك استقطاع من وقت بيت الزوجية على حساب الزوج والأولاد. كثير من المتخصصين في العلم الاجتماعي يتكلمون في هذا الباب ويقولون أن مساهمة الزوجة من باب التبرع أو من باب التعاون مع الزوج، بما أنها صارت تعمل وصار لها دخل، والوضع الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي أو الوضع الحياتي بشكل عام صار صعب والالتزامات كثيرة، فيفضل للزوجة أنها تتعاون مع الزوج في الإنفاق على البيت. لكن هل قانونيا أو شرعا تلزم المرأة بهذا؟ لا. النقطة المهمة في هذا الموضوع، وهذه من باب يعني الفائدة وحالات مرت علينا في المحاكم، هناك زوجات في أثناء قيام العلاقة الزوجية تقوم بالإنفاق على مسكن الزوجية وتقوم بتحويل مبالغ مثلا لزوجها في من باب التعاون، ومن باب أنه والله محتاج شيء فتعطيه، وهي موظفة وراتبها جيد فتعطيه مبالغ وبعدين يعطيها ويصرف عليها وتصرف، يعني بصير تبادل في الحياة الزوجية العادية. لما يصير خلاف تقوم المرأة بجمع هذه المبالغ اللي حولتها للزوج أو أنفقتها على مسكن الزوجية وعندها إثبات، وتقوم بتقديمها للمحكمة وتطلب من المحكمة إلزام الزوج بسداد هذه المبالغ. لذلك يجب الحيطة في هذا الباب والأمانة في مثل هذا الموضوع. لما تكون الزوجة تصرف على البيت من باب التبرع، من باب التعاون مع زوجها، وليس من باب القرض، أنها تقرض زوجها أو الدينة، يجب أن يكون هذا واضح في هذه العلاقة الزوجية حتى لا تترتب على هذا بعدين أي مشكلات متعلقة بهذه الأموال، لأنه صارت فعلا قضايا زوجات في وقت الخلاف طلبوا من المحكمة إلزام الزوج بسداد كل هذه المبالغ اللي دفعوها خلال سنوات، يعني عليه أن يدفع. نعم أو لا؟ عليه أن يدفع في النهاية. طيب أستاذ إبراهيم الحسني المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. إذن يا أحمد، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. ما شاء الله، يعني الأستاذ إبراهيم الحسني استود يعني يطلع ويانا بشكل دائم لدرجة أن تثقفنا وثقفوا مشاهدينا في موضوع الأحوال الشخصية لدرجة أنك تتذكر قانون 118 ما شاء الله، وكل بنودة بعد. لا لأن يعني أنا ما أحس في إنصاف مع من ناحيتي، لكن ما أنا مع القانون. إذن فاصل ونرد مرة ثانية.